الله يخليك اختي، حنا مضرينا بزاف. انتما كما كتشوفوا ان شاء الله نضم ديك الاضرابات وديك الفوضى ديال الاضرابات وديك الروينات. التلميذ عندنا مضرور بزاف بزاف ومستوى طايح بزاف. التلاميذ مساكن باقي نفسات ما كيعرفوا لا ما كي مازال ما يعني واحد النيفو ما نعاودكش عليه. ودابا نعس هذا المسؤول، هذا طاح من طاح من فراشه، نعس وفاق وقال لك حقا خصنا نقلبوا التوقيت وخصنا نقلبوا التلاميذ وخصنا نقلبوا الاقسام وخصنا نقلبوا. دابا انا مثلا عندي جوج ديال البنيات كيقراو في نفس التوقيت، دابا خصني جوج بنات يدخلوا لي في 8 ديال الصباح 8:30، وحده خصني تدخل لي مع الوحده وحده غتدخل لي في 8:30. انا ما خداماش، انا خصني نجلس في الدار، انا خدامه، انا عندي خدمه ديالي، عندي شنو، انا خصني نجلس في الدار مقابله غير دوك العواول. خيطي بيتي. يعني هذا راه المنكر، هذا راه المنكر. حنا خصني يعملوا لنا الحل. جينا عند المدير كنهضروا معاه دابا، قال لك لا خصكم تهزوا العواول الاخرين تقلبوهم لقسم اخر الفوج اخر. يعني انا بنتي في الخامس مسنسه بديك الاستاذ، ديك الاستاذ هذاك ديالها هو اللي عارف النقطه ديالها، هو اللي عارف النيفو ديالها، غيجي فحال عملت لها انتقال لمدرسه اخرى ماشي لقسم اخر. هذا كيتسمى انتقال. يعني انا بحال هزيت بنتي وديتها لواحد المدرسه اخرى. دابا خصنا هادشي، هذا راه التغيير احق. كاين الخصص في الاساسيد، الخصص في الاساسيد، حنا ماشي مسؤوليه ديالنا، ما يحملوش مسؤوليه التلميذ. المدير كيقول لك احقا النيابه قالت لي بان الاباء خصهم يصبروا معانا. كيفاش حنا غنصبروا؟ حنصبروا في الاضراب؟ حنا نصبروا في واحد حلم ورش قتل ويقلب لنا الدوره كامله ما قراوش. دابا هاد الدوره الثانيه اللي قلنا الحمد لله هذا هما جاو عاوتاني وعملوا لنا قلب، كتعرفي قلب علموا لنا في العواول. هذا زعما اللهم هذا منكر. ما عملوا الحل اللي عملوا معنا هو خصنا نقلب، اما نشقلبوا هذا ولا نشقلبوا هذا، هذا هو الحل ديالو بهذا التعبير هذا. اما حنا خصنا يبقى لنا نفس التوقيت ديالنا، يعملوا لنا يحلوا لنا المشكل، يجيبوا الاساسيد يجيبوا يعملوا لنا يحلوا لنا المشكل حتى الاساسيد تبدلوا. ودابا انتينا الاستاذه كتعرفي هذا التلميذ كيفاش، هذا غتجي لها في النص ديال العام وغتقلب لها كل شيء. هذا الشيء راه لا يعقل، هذا راه ما يمكنش. دابا الاباء كلشي كيغوت، راه اكثر انت شتي بعينك ها اللي مهدا، كلشي كيغوت على ولاد. هذا راه ماشي معقول، ما خصناش حنايا هاد ولادنا. حنا ان شاء الله بداو شويش بالنقاط، ان شاء الله بداو شويش على ديك الاضرابات وهذا. دابا جاو وعملوا لنا عاود، ما يمكنش. حنا النيابه واخا غنعملوا لها شكون غيخرج يهضر معاك، حنا غنهودوا للنيابه. المدير كيقول لك حق النيابه ما عندها، ما غتعمل هبطوا النيابه. واخا انا نخرج، انا نمشي لعند النيابه مع ما غادي تمشي، حنا غادي نمشي، ولكن شحال غادي يمشي وشحال كاين اللي كيبغى. انت شتي دابا كل واحد شنو، يعني الناس كيغوتوا بالحق زعما لا حول وصافي والله ياخذ الحق. برا ما بغى حتى شي حد، انتينا كتشوفي الاباء شي من اللي شي هنا، حتى واحد ما بغى وما لقيناش الحل. احنا مجموعين، المدير خرج لعندنا وقال لنا كاين غنقلبوا لكم العواول. اللي عاود لي في الخامس غيتقلبوا لهذا. واش انت لا في الخامس العائله والله ان شاء الله كتقبض كترسي المطع ديالها، غنعاود نهزها ونقلبها عند استاذ اخر ما كيعرفهاش. هذاك انا قلت لك انتقال، هذا كيتسمى انتقال. انا ليلي هذاك انتقال، باش انتينا غتهزي من استاذ ديالها تهزيها لاستاذ اخر. شنو هذاك؟ ماشي واخا في نفس المدرسه، واخا في نفس هذه، هذاك راه انتقال. علاش نهرس انا بنتي هايده؟ علاش يهرسوا لنا ولادنا هايده؟ واش ولاو التلاميذ عندهم كاع حتى لهاد الدرجه هذه ما كي جاو حتى لاخر العام غادي يجيو هما ويقلبوا لنا؟ علاش حنايا هذا المنكر هذا يعملوه فينا؟ خربقوا المستويات كاملين اختي، المدرسه كامله تخربقت، حريره حرحروها. هادشي اللي غنقول لك انا بهاد اللفت هذا. انا كنطالب ان ولادي يبقاو في نفس التوقيت ديالهم اللي عنده. انا دابا بنتي صغيره، كيفاش غنديرها نمشي انا للخدمه؟ انا خليتها دابا، كيفاش غتمشي هي؟ كيفاش هي ترجع بوحدها للدار؟ يلا حنا خليونا ولادنا يشوفوا بعين الاعتبار، يشوفوا هادي، يشوفوا يعملوا لنا حنا الاساسيد، يعملوا كيفاش حنا يجيبوا قلبونا هيدا. ما خداو ايدنا، ما تشاوروا معنا، ما هضروا معنا، لا خصكم في العشيه تجيبوا هادو في الصباح يدخلوا. ما يمكنش شيء.